أهلا بكم من جديد. أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني على اهتمام ودعم حكومة البحرين الموقرة لخلق نظام وبيئة أعمال متكاملة وداعمة تسمح لأصحاب المشاريع الطموحين لتطوير أفكارهم في ظل هذه البيئة المتقدمة والملائمة والدائمة للأعمال التجارية. وأشار الوزير على هامش فعاليات مناقشات الطاولة المستديرة شباب 2030 والتي أدارتها السيدة مريم فرج رئيسة المسؤولية الاجتماعية في مجموعة MBC الأمل، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعمل دائما على استحداث القوانين والتشريعات الداعمة لريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة والمتوسطة، وذلك للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتنميته بالشكل الذي يتواكب وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الجانب، مؤكدا أن فعاليات كهذه تظهر وتبرز تجارب رواد الأعمال الشباب وتشجع نظرائهم للحذو بحذوهم. ومن أهم النتائج التي تهدف إليها هذه الحلقة النقاشية اتخاذ خطوات عمل أساسية لدعم الشباب العربي في المنطقة وكيفية مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه رواد ورجال الأعمال وطرق التغلب عليها، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى والتجارب لتعميم الفائدة على الجميع. رفع المساهم الرئيسي عبد الحميد زين المحمد زين لملكيته في شركة البحرين لمطاحن الدقيق BFM المدرجة ببورصة البحرين لتصبح 5.87% وفقا لبيان على موقع البورصة. وبحسب إفصاح لبورصة البحرين فإن المساهم الرئيسي قام بصفقة شراء على أسهم الشركة بعدد إجمالي بلغ 288 سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 100 دينار. وأشار بيان البورصة إلى أن سعر السهم الواحد بلغ 350 فلس، وقد كان آخر صفقات المساهم الرئيسي بالشركة بقيمة 801 دينار لتصل حصته إلى 5.86%. يذكر أن شركة ممتلكات البحرين تتصدر ملكية مطاحن الدقيق بنسبة 65.73%، يليها مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بنحو 7.44%، فيما يبلغ رأس مال شركة مطاحن الدقيق 2.48 مليون دينار موزعة على 24.83 مليون سهم بقيمة اسمية تعادل 0.1 دينار للسهم. حقق بنك البحرين الوطني أرباحا صافية بلغت 31.74 مليون دينار بحريني للنصف الأول من 2017، وذلك مقابل مبلغ 31.72 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وقال السيد جين كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني إن تركيز البنك على استقطاب أنشطة أعمال جديدة وزيادة قاعدة الزبائن أدى إلى تحسن في الأرباح التشغيلية لعام 2017، ونتيجة لذلك حقق البنك زيادة طفيفة في الأرباح الصافية بالرغم من اضطراره لأخذ مخصص تغطية خسائر بعض القروض نتيجة للصعوبات المالية التي واجهت بعض المقترضين. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نستعرض وإياكم مشاهدين أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ من السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7229 نقطة بانخفاض طفيف بلغ 0.35%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6793 نقطة بانخفاض طفيف أيضا بلغ 0.28%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4594 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.49%. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1319 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.31%. وقد تداول المستثمرون مشاهدين في بورصة البحرين حوالي 4 ملايين سهم بقيمة إجمالية تجاوزت المليون دينار تم تنفيذها من خلال 96 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك
البنوك التجارية، والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة أكثر من 441 ألف دينار، أي ما نسبته 43% من القيمة الإجمالية للتداول. في أول بيانات فصلية بعد أزمة قطع العلاقات مع قطر، سجل مصرف قطر الإسلامي انخفاضا في الودائع بنحو 7 مليارات ريال قطري، أي ما يقارب ملياري دولار خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، وهو ما يعادل 6.6% من ودائع البنك. وتشكل هذه البيانات مشاهدين إشارة جديدة إلى المخاطر التي تواجهها البنوك القطرية في ظل قطع العلاقات، خصوصا أنها تعتمد بشكل كبير على الودائع الخارجية لا سيما من دول الخليج. وبحسب ورقة بحثية لمصرف جولدمان ساكس، فإن مصرف قطر الإسلامي وهو أكبر البنوك الإسلامية في البلاد يعتمد على دول الخليج في 24% من مصادر تمويله وودائع عملائه. أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري القطري ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول هبوط صافي ربحه 58.4% في الربع الثاني هذا العام، مخالفا بذلك توقعات المحللين. وقال البنك في بيان له أنه حقق أرباحا صافية قدرها 88.4 مليون ريال قطري في 3 أشهر حتى 30 يونيو، وذلك بالمقارنة مع أرباح بقيمة 212.3 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام. ويضطر البنك لمواجهة زيادة القروض المتعثرة في وقت يظل فيه النظام المصرفي القطري عرضة للتأثر بعد المقاطعة الخليجية بسبب دعم الدوحة للإرهاب.